السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة مبتكرة لكفتة الرز، وكمان هنسويها مش هنقليها في الزيت. المعروف إن كفتة الرز بيتحط فيها رز وكمان بتتقلي في الزيت، أما النهاردة هنعملها بطريقة من غير نشويات وكمان مش هنقليها في الزيت وتطلع حلوة جدا. نقدر نستعمل كمية اللحمة المفرومة اللي احنا عايزينها، يعني أي كمية. أنا بستعمل هي تقريبا 400 جرام، يعني أقل من نص كيلو بشوية. نقدر نعمل كمية منها ونحتفظ بيها في الفريزر رمضان، كويسة جدا جدا وبتنفع في أكلات كتير. عايزة بصل أخضر، نص بصلاية، نص فلفلاية خضراء، والثوم، وده إيه؟ ده عبارة عن أرنبيط متفرز. اللي سألوني هتنفع بس بالقرنبيط، القرنبيط لوحده مش كافي ان هو يمسك الوصفة. وعايزة اقول برضو معلومة مهمة جدا، القرنبيط المفروم ده لما بشيله في الفريزر بيملى مية، فنخلي بالنا لما نيجي نحطها على الكفتة نعصره شوية من المية. لو برضو عندنا قرنبيط فريش ممكن نفرمه برضو، لو في اي سوائل فيه نتخلص منها قبل ما نحطه على الكفتة علشان تبقى ماسكة وكويسة. دول حوالي، يعني لو ربع كيلو من اللحمة حوالي 8 كيلو من القرنبيط المفروم، يعني بالنظر تقريبا نص كمية اللحمة. دي عبارة عن بذور الكتان، بذور الكتان من الحاجات اللي هتساعد جدا على التماسك، وده سوداني. كمية مش كتير خالص، حوالي معلقة ونص من السوداني ومعلقة ونص من بذور الكتان. ودي أول خطوة هعملها، هجيب أي مطحنة وهطحن فيها حوالي معلقة أو معلقة ونص من بذور الكتان، وهحط كمان زيهم من السوداني. والسوداني ده محمص، السوداني من الحاجات المفيدة جدا ومش هيأثر ابدا لو انت بتعملي دايت عادي، يعني المعلقة دي ولا المعلقة ونص على كل المقدار ده مش هيأثر اي حاجة. تعالوا بقى نجيب محضرة الطعام اللي هي اللي هتعمل كل حاجة مش انا. فحطيت فيها الثوم والبصل الاخضر، والبصل نص بصلاية بس او بصلاية صغيرة قوي، وهبتدي اطحنهم، اتاكد ان هم اتفرموا ناعم جدا. في الوقت ده قطعت شبت وقطعت كزبره خضراء، كمان لو عندك بقدونس برضو قطعيه عشان تسهلي على نفسك في محضره الطعام، ما تحطيش كده الخضروات صحيحه، حاولي تقطعيها شويه. تعالوا بقى نحط الشبت مع الكزبره الخضراء، وكل ما بتكون الحاجات دي فريش بيكون احسن، يعني عارفين لما بحطها في الفريزر بتغير طعمها شوية الحقيقة، وبتكون أفضل بكتير لو أنا حطيتها فريش. ونطحن تاني، طيب احنا طحنا من شوية بذور الكتان مع السوداني، وهما دلوقتي جاهزين اللي أنا هحطهم على الخليط ده. أهو بيكون شكلهم كده شوية بتمسك طبعا، لان هو ده خليط التماسك اللي احنا هنستعمله كبديل للرز مع الحاجات التانية. الطعم بتاعها رائع جدا، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. دلوقتي ده القرنبيط المفروم، زي ما قلت لكم عصرت شويه الميه بايديا كده على قد ما قدرت، حطيته على الخليط بتاع البصل الاخضر والبصل العادي والفلفل والثوم والسوداني المطحون مع بذور الكتان. عايزه اوريكم كده القوام بتاعه بعد ما اتاكدت كويس جدا اللي هو الطحن ده بيكون شكله. خلاص كده مش ناقص غير ان انا احط اللحمه. بالنسبه لتجهيزات رمضان ان شاء الله استنوني، هنعمل ان شاء الله شويه حاجات كده على السريع هتفيدنا ان شاء الله في رمضان. خلاص كده هو ده الخليط بتاع الكفتة، ناقص عليه البهارات والملح ويكون جاهز على التشكيل على طول. لو انت عايزة تشيليها في الفريزر ممكن تشيليه كده، او ممكن تصبعيه وتشيليه قبل ما تحطي عليه البهارات وبعد ما يفك تبقي. انا عارفة في ناس اصلا بيشيلوا كفتة الرز وهي متصبعة، وفي ناس حتى بتشيلها بعد ما تكون مقلية. طبعا النهاردة مش هنقليها، هنقول مع بعض. ده عبارة عن معلقة صغيرة مليانة من الكمون، معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة مليانة من السبع بهارات والملح. وابتدي عجني كده، هتتعجن معاكي وتكون متماسكة وهتبقى حلوة جدا. شايفين كده اهو،
جميلة جدا. تعالوا بقى نصبحها، وممكن تكون ايديكي بس فيها شوية زيت صغيرين او مية وانتي بتصبعي، زي كفتة الرز العادية. كفتة رز من غير رز اهي ومن غير نشويات، تقدري تاكلي منها بامان جدا لو عاملة كيتو دايت او لو كارب او حتى دايت عادي، لان احنا مش هنحمرها ولا في زيت، يعني مش هتحمر في زيت غزير زي العادة بتاعت كفتة الرز. هنشوف دلوقتي طريقة، لو انت عايزة تصبعيها كده وتشيليها مثلا في اطباق فويل، اطباق اللي هي الفل، وتتحط كده في في الفريزر لوقت ما انت عايزاها، مثلا في رمضان تقدري تشيليها كده، ووقت ما انت عايزاها تبتدي تسويها. طبعا انا مش هستحمل، انا عايزة ادوقها وعايزة اشوفها دلوقتي، وهنسويها مع بعض بطريقة مبتكرة ولذيذة جدا. وحتى الزيت ده اللي انا حطيته حوالي معلقة من الزيت، واستعملت زيت زيتون لان درجة الحرارة بتكون وسط، يعني انا بحب زيت الزيتون صراحة، وحتى لو هو بيفقد فوائده شوية على النار برضو بحبه، هيبقى افيد من برضو اي زيت تاني. استعملي اللي انت حباه، عايزة تحطي زبدة وزيت حطي، عايزة تحطي اي حاجة. وعايزه برضه اقولك ان هي ممكن ما تاخدش الزيت خالص، يعني ممكن لو انت عندك الطاسه او الصينيه تيفال كويس ممكن تحمريها كده على الناشف. انا دلوقتي بحطتهم كلهم كده، وهوريكم في الاخر ان هي حتى الزيت اللي انا حطيته ده مش هتخلصه. بالفرشه كده ببتدي برضه اخلي كده عليها زيت من كل الجهات، بعد ما احس ان هي احمرت كده ومسكت نفسها ابتدي اقلبها، مش قبل كده يعني، نسيبها شويه تمسك نفسها. الموضوع بسيط جدا جدا، والطعم جميل ومشبع. شايفين هي كده الزيت طردته ازاي، ما يعني ما تقلقيش ابدا من الزيت اللي احنا حطيناه. وطبعا هي كده هتستوي، ايوه طبعا هتستوي، بس هتاخد وقت شوية. دي صينية كبيرة قلت علشان تاخد المقدار اللي عندي مرة واحدة كده واخلص على طول. عايزة تحطيها في الفرن، خليها في الفرن مفيش مشاكل، بس خلي بالك عشان ما تنشفش كده، لونها اتغير وحسيت ان هي استوت. الحرارة بتكون من متوسطة لهادية. خلصت كده خلاص، اجهز بقى شوية كزبرة او بقدونس، وتعالوا نشوف شكلها شهية جدا كفكرة. طبعا لكفتة الرز العادية اللي هي بتتعمل بصلصة، تقدري تعملي صلصة مناسبة للكيتو دايت او الدايت العادي وتحطيها فيها وتستمتعي بيها. احنا صراحة يعني بنحبها كده، مش بنحبها في الصلصة، ولكن برضو ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله هعملها معاكم مرة تانية واجربها برضو بالصلصة. طعمها بيكون لذيذ جدا، بتتاكل طبعا وهي سخنة، وحتى لما بتبات في التلاجة بتبقى برضو طعمها حلو. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم وجربوها، واشوفكم على خير ومع السلامة.